بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم بقى النهاردة عن الريجكس. احنا خدنا في الدروس اللي فاتت الريجكس وشوفنا ازاي بنحدد في الريجكس الجزئية بتاعت ان القيم دي تكون مثلا ارقام. قلنا ريجكس لو نفتكر مع بعض وبنحط الباترن بتاعتنا. فهقول ان انا هنا بالشكل ده كده حددت الريجكس بتاعتي او الباترن بتاعتي. قلت له والله خد لي الصفر والتسعة او من صفر لتسعة بحيث ان هو يقبل ان هو ياخد الارقام فقط. تمام، خلينا نمسح النوت ان ونشوف. طيب لو جيت على المين تاكس اوكي، وخلينا بس نرجع لورا شوية ان انا هبعت القيمة مرة تانية وهعمل اد، هياخد القيمة مفيش أي مشكلة. لكن هنا قال لي إن المين تاكس أو الماكس تاكس مطلوب، خليه ياخد أي قيمة دلوقتي. تعال نشوف valid، القيمة valid. طيب لو رجعنا حطينا كاركتر هنا هيقول لي إيه؟ هيقول لي إن الصيغة غير صالحة. إذا هنا في المنطقة دي أنا بقى عايز أعكس الفكرة إن أقول له مثلا نفس الـ values بالشكل ده كده، قلنا rejects، قلنا هنا كده rejects، هنا بقى هنقول not rejects، عكس اللي هو ما تقبلش في الماكس ارقام. فبالتالي لو جيت هنا حطيت ارقام القيمة valid، لكن جيت هنا قلت character، عفوا جيت هنا قلت ارقام، تعال نشوف اللي هيحصل. هيقول ان الماكس تاكس الفورمات بتاعته is invalid، the max tax format is invalid. اذا كده not rejects عكس الريجكس، زي برضو ما شفنا في الان والنوت ان. فهنا بتحط الفكرة كلها ان انت بتقول له والله هنا ما تقبلش ارقام وهنا اقبل ارقام. طبعا الفكرة ممكن تستخدمها بشكل برضو تجريدي مع قيم معينة جاية من انبوتس معينة، لكن انا بس بشرح لك الفكرة من ان ريجكس والنوت ريجكس. نقف لحد كده ونكمل في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.